يسعد صباحكم طلابي حبايبي طلاب الصف الرابع، يعطيكم العافية جميعا، كل عام وانتو أهليكم الكرام بألف ألف خير حبايبي. إن شاء الله رمضان مبارك علينا جميعا. اليوم بإذنه تعالى سوف أيضا ننهي مادة الفصل الدراسي الثاني، كان نفسي أنهيها وانتو حبايبي أشوف وجوهكم الحلوين وتكونوا قدامي، لكن الحمد لله على كل حال. إن شاء الله بلتقي فيكم السنة الجاي على خير وهدات بال. اليوم رح أدمج لكم درسين مع بعض، درس المساحة 1 والمساحة 2، لأنهم بتحدثوا عن نفس الفكرة ونفس الموضوع، فالأسهل إنه ندرسهم مع بعض علشان تكون الفكرة متكاملة وواضحة. تمام حبايبي؟ وإن شاء الله من يوم الأحد القادم سوف أبدأ بمراجعة ما تم دراسته بالفصل الدراسي الثاني، ورح أبدأ بمراجعة الوحدة 19 علشان نعطيها حقها من المراجعة وتتمكنوا فيها كتير منيح. طيب بداية سوف أبدأ بتصحيح الواجب. كان الواجب عندي من كتاب التمارين صفحة 60. طبعا الحصة السابقة حلينا مع بعض التحدي الأول، كان عندكم الواجب التحدي 2، حلينا مع بعض ألف وباء، تبقى لكم جيم ودال. طبعا كان السؤال أجد محيط كل شكل مما يأتي ثم أرتب الأشكال حسب المحيط تصاعديا. طبعا قبل ما نبدأ كمان يا رابع حابين نراجع مع بعض بشكل أخير معنى المحيط. طبعا إحنا المحيط أخذناه مرتين يا رابع، تمام، أو على درسين. أول شيء إذا أعطاني شكل مقسم إلى مربعات أو موجود على شبكة المربعات وطلب مني إني أوجد محيطه، حكيت لكم في هاي الحالة ما رح يعطيني أطوال الأضلاع زي هذا الشكل، تمام؟ أعطيتك شكل على شبكة مربعات، تمام؟ أو ممكن أعطيك إياه مقسم إلى مربعات وما رح أعطيك أطوال أضلاعه، وبطلب منك إنك توجد محيطه زي ما حكيت لكم. المحيط بس خاص ب المنطقة المحيطة بالشكل، المنطقة المحيطة بالشكل، يعني عشان أحسب محيط أي شكل بس بمشي حوالين شكل الشكل الموجود أمامي، تمام؟ ففي هذه الحالة حكينا لما يعطيني مقسم إلى مربعات أو موجود على شبكة مربعات ما رح يعطيني أطوال الأضلاع. ففي هاي الحالة طبعاً إحنا بنحسب طول كل ضلع، والضلع حكينا هو كل قطعة مستقيمة موجودة في هذا الشكل، بنوجد طول الضلع الأول، طول الضلع الثاني، طول الضلع الثالث، طول الضلع الرابع. طبعاً مش شرط كل الأشكال يكون فيها أربعة أضلاع، حسب كم ضلع عندك بتوجد طول كل ضلع، وبعدين بنجمع أطوال هذه الأضلاع. وحكينا إنه في هاي الحالة ما رح يكون معطيني وحدة للطول، بس احنا متعودين احنا بما انه بنجيب اطوال اضلاع بنجمعها فلازم نحط وحده للطول، وحده للطول، اكيد ما حنحط وحده للكتله او السعه، تمام؟ فبما انه ما اعطاني هي مليمتر او سنتيمتر او ديسيمتر او متر او كيلومتر، فانا بكتب بشكل عام وحده طول، تمام؟ هذا اذا كان موجود على شبكه مربعات او مقسم الى مربعات، تمام؟ عشان الافكار ترسخ ببالنا. الحالة الثانية اللي أعطاني إياها مبارح إنه كان يعطيني، أخذنا شكلين هندسيين اللي هم المستطيل والمربع. عرفنا المستطيل بأنه هو شكل هندسي يتكون من أربعة أضلاع فيه كل ضلعان متقابلان متطابقان. طيب كم طول في طولين بيكونوا متساويين، في عرضين بيكونوا متساويين. الطول دائما هو العدد الأكبر والعرض هو العدد الأقل، تمام؟ فبيكون عندنا يعني في عددين مختلفين، تمام؟ مثلا هون 4 و3، فكل ضلعين متقابلين متطابقين، تمام؟ كيف بنحسب محيطه؟ حكينا المحيط عادي نفس دائما، ممكن أجمع أطوال الأضلاع، لكن هون ما في داعي إني أوجد أطوال الأضلاع لأنه أعطاني إياهم، لكن فورا بما إنه هذا 3 أنت عرفت إنه المقابله 3، بما إنه هون 4 إذا مقابله فورا 4. كيف تحسب المحيط؟ قلنا يا إما بجمع أطوال الأضلاع أو إنه في أعطاني قانون للمحيط المستطيل كنوع من الاختصار، بدل ما أجمع الطول مرتين وأجمع العرض مرتين قال لي لا أجمع الطول مع العرض بعدين أضرب الناتج في 2. قلت لكم إلكم حرية
الخيار بأنك تحل بهذا القانون أو القانون الثاني، إنهم في النهاية حيعطوني نفس الناتج. المربع كان هو عبارة عن شكل يتكون من أربعة أضلاع، جميع أضلاعه متطابقة، جميع أضلاعه لها نفس الطول. فكنا كيف نوجد المحيط؟ نفس الطريقة، يا إما بجمع الأطوال الأربعة أو كنوع من الاختصار بدل ما أجمعهم أربع مرات بضرب طول الضلع في أربعة. طبعا زي ما حكينا المربع ما في إشي اسمه طول وعرض لأنه كل أضلاعه نفس الطول، فبنقول بس طول الضلع أو الضلع، لكن في المستطيل لا، بنقول في طول وفي عرض. فكان هذا اللي أخذناه بالنسبة للمحيط. أول مرة زي ما حكينا كان موجود على شبكة مربعات أو مقسم إلى مربعات، كانت أشكال عشوائية، فإحنا منجيب طول كل ضلع ونجمعها. الحالة الثانية اللي درسناها مبارح كان يعطيني يا مستطيل يا مربع ويعطيني أطوال أضلاعهم وبعدين أحسب المحيط. بس لكن في هاي الحالة بكون معطيتك وحدة، فلازم بس تجيب المحيط تكتب الوحدة الموجودة في الشكل. طيب نيجي على جيم. طبعا جيم واضح يا حبايبي انه مستطيل لانه في عندي هون 8 وفي 4، اذا بما انه عندك عددين مختلفين اذا فورا مستطيل. طيب اعطاني هذا 8 فورا، اللي مقابله كم حيكون يا رابع؟ 8. طيب بما انه اعطاني هذا الضلع 4 اذا فورا المقابله 4، اذا الطول 8 والعرض 4. كيف بنحسب المحيط؟ انتوا لكم الحرية، يا بتقولوا 8 زائد 8 16 و 4 20 و 4 24، او منطبق القانون حكتبوا امامكم القانون عشان نشوفه كمان للي حابين يستعملوه علشان يتقنوه اكتر، اللي هو 2 ضرب الطول زائد العرض. كم الطول؟ 8 زائد العرض 4. تمام. هلا بنجمع 8 زائد 4، طبعا اولويات العمليات الحسابية 12، 2 في 12 كم بيعطيني؟ 24 سنتيمتر. طيب نيجي على دال. دال نفس الشيء، عندي ضلع طوله 3 وضلع طوله 6، اذا فورا مستطيل. لو كانوا 2 قد بعض بنقول مربع، لكن هون عندي 3 و6 اذا مستطيل. فورا بما انه هذا الضلع 3 اذا المقابل له ايضا 3، وانه هذا الضلع 6 اذا فورا المقابل له 6. طب كيف بنوجد المحيط؟ بنجمع الأربعة اطوال، بنقول 3 زائد 6 9 زائد 3 12 زائد 6 18، او بتطبقوا القانون اللي هو 2 ضرب الطول زائد العرض، حتكون 2 ضرب 6 زائد 3 9، 2 في 9 18، نفس الجواب بيعطوكم. تمام. طيب طالب مني ارتبهم ترتيب تصاعدي. احنا دائما يا رابع متعودين نكتب، اذا بنكتب ارقام تعودنا نكتبهم بالانجليزي، فدائما بنرتب من اليسار لليمين، تبدا بالاصغر من اليسار وبتمشي لليمين للكبير. تمام. فاذا انتم بدكم ترتبوهم ك أعداد بنقول أول شيء 14 18 24 24. اللي حابب يرتبهم بالرموز مثلا ألف، ألف أول شيء، بعدين عندنا رح يجي دال. تمام. بعدين مثلا باء وجيم لأنهم نفس المساحة، أو ممكن أقول جيم باء، ما بتفرق، باء جيم جيم باء في النهاية نفس الشيء، بيرتب من البداية لأنها أحرف. تمام. لأنها أحرف. لكن إذا بدكم ترتبوا ك مساحات بالأعداد فما بتفرق، سواء حطيت رموز الأشكال أو بالمساحات بالأعداد ما بتفرق معي، لكن إذا كتبتوها بالأعداد زي فبتبدأ من اليسار إلى اليمين. اللي حابب يرتبها كرموز فلا، ببدأ من اليمين لليسار. تمام. لكن أنا بفضل دائما خلينا بالأعداد أسهل. بالنسبة للسؤال أو التحدي الثالث، الفرع الأول منه صفحة 61، أنا رسمته حبايبي على ورقة هون عشان يكون أوضح، لأنه حاسة المكان شوي صغير على الكتاب. طيب انتبهوا معاي بالنسبة للتحدي الثالث صفحة 61. في التحدي الثالث يا رابع معطيني الشكل اللي هو طبعا مستطيل في ألف وباء. تمام. ركزوا معاي، معطيني العرض لكن ما أعطاني الطول ولا أعطاني طبعا المحيط. طبعا هو الأساس اللي مطلوب في السؤال إن نجيب المحيط،
طيب بدي أسألكم سؤال، أنا بقدر أجيب المحيط إذا ما كان عندي للمستطيل طوله وعرضه؟ طبعا لا. إذا أنا علشان أوجد المحيط لازم يكون عندي العرض وأيضا الطول. طيب هو مين أخفى عني؟ الطول. لكن عشان أجيب الطول في كلمة في السؤال أعطاني إياها، ولو ما أعطاني إياها كان ما قدرت أجيب الطول. شو هي الكلمة؟ قال لي طول كل شكل هندسي في الجدول الآتي مثلا عرضه. شو يعني كلمة مثلا؟ مثلا يعني مثليه، يعني زيه بس مرتين، نفسه مرتين. مثلا مثلا يعني مثليه، ممكن كمان نكتبها. تمام؟ شو يعني مثلا عرضه؟ يعني الطول بيجي من جمعك للعرض مرتين، انك تجمع العرض مرتين، او انك اختصار الجمع المكرر تضربه في اتنين. فمن هاي الكلمة خلاني اعرف انا كيف بدي اجيب الطول. قال لي طوله مثلا مثلا عرضه، مثلا عرضه، يعني الطول بيجي من جمعك للعرض مرتين او انك تضربه في اتنين. دائما كلمة مثليه او مثلا في الرياضيات هذه معناها، دائما خلوها معكم هاي الكلمة، ما تنسوها ابدا. طيب اذا انا اعطاني طريقة اني اجيب فيها الطول. هلا في شغلة هون بالنسبة للوحدات بدي احكي عنها. هون العرض معطيك اياه بالسنتيمتر والطول بالمليمتر والمحيط بده اياه بالمليمتر. شوفوا يا رابع، هلا في كتير منكم اجتني حلول مبارح، تمام، وكلها صحيحة. هلأ أنا أهم شيء تركزوا معاي إنه المحيط بده إياه بإيش؟ بالملي متر، بالملي متر، تمام؟ طيب هلأ أنا عشان أحسب المحيط طبعاً زي ما قلنا بدنا الطول والعرض. هلأ طبعاً أنا ممنوع أجمع أي أعداد أو أطرحها حكينا إلا إذا كانت وحداتها زي بعض، يعني ممنوع أجمع ملي متر مع عدد بالسنتيمتر، ممنوع مثلاً أطرح عدد بالكيلومتر من عدد بالمتر. لا، دائماً بالرياضيات لما بتجمع عددين أو تطرحهم إذا إلهم وحدات لازم يكونوا نفس الوحدة. هلأ أنا عشان أجيب المحيط هون معطيني العرض بالسنتيمتر، طيب فأنا ممكن أجيب منه الطول، بس إذا جبت منه الطول وهي 25 سنتيمتر رح يكون الطول اللي بتجيبه بالسنتيمتر، تمام؟ طيب بعدين ممكن تحسب المحيط والجواب النهائي تحوله لمليمتر، بصير يعني مثلا أنا عندي العرض 25 سنتيمتر، طيب كم الطول؟ الطول احنا قلنا مثلا العرض، فممكن أقول 25 زائد 25 أو 25 في 2 هيعطيني 50. هيعطيني إيش يا رابع؟ 50. بس هاي 50 شو حتكون؟ طبعا سنتيمتر. ليش؟ لأنك أنت جبتها من العرض والعرض بالسنتيمتر، فإذا الطول اللي جبته أنت من العرض مدام العرض بالسنتيمتر أكيد الطول اللي جبناه بالسنتيمتر. طيب ممكن بعدها تحسب المحيط، لكن المحيط اللي حيطلع عندك شو رح يكون؟ بالسنتيمتر متر كمان. يعني هلا انا عندي العرض 25، بس احنا طبعا لو اجينا حطينا هاي المعلومات على الشكل هون، فحنقول هون مثلا عندي العرض طلع 25 سنتي متر، تمام، والطول 50 سنتي متر. احسب المحيط، طبعا هذا حيكون نفسه 50 سنتي متر، وهون حيكون عندي 25 سنتي متر. طيب تعالوا نحسب المحيط. 50 زائد 50 100 زائد 25 125 زائد 25 حيعطيني 150. شو حيعطيني؟ 150. لكن 150 ايش؟ سنتيمتر. ليش يا رابع؟ لانك انت العرض معطيك اياه بالسنتيمتر، فلما انت جبت الطول من العرض جبته بالسنتيمتر، معناها لما حسبنا المحيط طلع الجواب بالسنتيمتر. طيب هو بايش بده المحيط؟ بالملي متر، بدو اياه بالملي متر، بس حول من سنتيمتر الجواب النهائي للملي متر. من سنتيمتر لملي متر نتذكر درجات الطول، واحنا واقفين على السنتيمتر نزلين الملي متر بننزل درجة واحدة، والدرجة في الطول عن 10، فرح اضربه في 10 رح يعطيني 1500 ملي متر، تمام. هلا في ناس منكم امبارح ايش عملوا؟ أول شيء حولوا العرض لمليمتر، من سنتيمتر لمليمتر بتصير 250 مليمتر، وبعدين جابوا الطول منها 250 زائد 250 طلع 500 مليمتر، وبعدين حسبوا
المحيط، فأكيد طلع الجواب بالمليمتر وخلصوا. فإلكم الحرية، ما بتفرق التنتين صح. ممكن أنت تحول من البداية العرض وبعدين تكمل عادي، وممكن ما تحول وتحول وين في النهاية، وتحول وين في النهاية. كل الطرق صحيحة، تمام؟ طيب نيجي على الفقرة باء. الفقرة باء لو تنتبهوا معطيني العرض من البداية بالملي متر، معطيني العرض من البداية بالملي متر، وطبعا المحيط أيضا بدنا إياه بالملي متر، فهم ما عندنا مشاكل وما رح نحول أي شيء أبدا. طيب بما إنه العرض 128، تعالوا نجيب الطول. إحنا حكينا الطول بيجي يا إما إنك تجمع 128 مرتين، أو إنك تضربها في كم؟ أو إنك تضربها في 2. الطريقتين صح، تمام؟ طيب تعالوا نراجع مع بعض الضرب. حابة أراجع معاكم، نكتب هنا 128 يا إما زائد 128، أو أنا أقول ضرب 2، أنا بدي أضربها في 2. يلا 2 في 8 بيعطيني 16، 6 وفي اليد 1، 2 في 2 4، 1 5، 2 في 2، 2 في 1 2. إذن حيعطيني 256 ملي متر، 256 ملي متر. طيب نيجي نكتب هاي البيانات على مستطيلي، تمام؟ هنقول الطول طلع معانا 256 ملي متر، والعرض 128. طبعا كل ضلعين متقابلين متطابقين. طيب تعالوا نحسب المحيط، يا اما بنجمع الاربعة مع بعض، او انه بنجمعهم وبنضرب الجواب في 2. انا حطبق القانون الثاني اللي هو المختصر، فراح اقول 2 ضرب الطول زائد العرض، تمام؟ طيب تعالوا نجمع اول شيء 256 زائد 128، حكتبها تحت، هنجمعهم، تمام؟ هنيجي نجمع 128 زائد 256. 8 زائد 6 بيعطيني 14، 4 وباليد 1، 2 زائد 5 7 1 8، 1 زائد 2 بيعطيني 3. إذن حيطلع الجواب 384، تمام؟ فحتصير 2 ضرب 384. هلأ رح أجي أضرب 384 في 2. 2 في 4 8، 2 في 8 16 وفي اليد 1، 2 في 3 6، 1 7. فحيطلع الجواب 768. طبعا ما ننسى الوحدة أهم إشي، ملي متر، تمام يا رابع؟ ملي متر. إذن 768 ملي متر. طيب بهيك بنكون راجعنا دروس المحيط وانتهينا من حل الواجب. الآن بالفيديو التالي سوف نبدأ بدرس المساحة.